أعزائي المشاهدين، مشاهدي صدى البلد في كل مكان، تحياتي أسامة إمام ولايف جديد من استوديو الكان ومتابعة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021. يمكن النهاردة تأخرنا عليكم شوية في طلوعنا لليف، كان معادنا المفروض الساعة 8، ولكن مباراة بوركينا فاسو والجابون المباراة المثيرة جدا ما بين المنتخبين، يمكن من أحلى وأجمل مباريات كأس الأمم الأفريقية حتى الآن، لسه منتهية حالا طبعا بفوز المنتخب البوركيني بضربات الترجيح بعد ماراثون طويل جدا ما بين المنتخبين، ومباراة حصل فيها كل جنون وفنون كرة القدم. النهارده طبعا هنتابع كواليس هذا اللقاء والرؤيه الفنيه فيه، واكيد طبعا هنتابع اخبار منتخب مصر وكواليس المنتخب المصري واخر استعداداته لمباراته الهامه امام كوت ديفوار يوم الاربعاء القادم في دور ال 16. لكن خلوني ارحب بضيفي العزيز اللي مشرفني ومنورني، كابتن عبد الله فاروق، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر ولاعب خط وسط النادي الاهلي السابق. عبد الله اهلا وسهلا بك. اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا في لايف صدى البلد طبعا في استوديو الكان. مباراة مجنونة جدا، مباراة الجابون وبوركينا فاسو، أكيد تابعناها وشفنا طبعا المباراة وانتهائها بالتعادل 1-1 بعد سيطرة تامة للمنتخب البوركينافي وضيعوا أكتر من فرصة وجنون كتير جدا في كرة القدم، ولكن في الآخر قدر المنتخب الجابوني يتعادل ويرجع في آخر دقيقة في المباراة ويلعب ضربات جزاء. شايف اللقاء ده إزاي الأول ورؤيتك ليه؟ لا يعني زي ما انت قلت مباراة مجنونة، يعني بوركينا عمل حاجات غريبة جدا، يعني أنا اتفرجت على الماتش، كان الشوط الثاني أكتر من فرصة وفرص حقيقيه، يعني مش فرصه ضعيفه مثلا، لا ده بيبقى فيه انفرادات وفي ناس بيبقوا 2-3 و3-1 وحاجات غريبه كده وضيعوا. هم كان المفروض يخلصوا الماتش يعني من الماتش نفسه اللي هم ما يستناوش التعادل وبتاع، بس الجابون اجتهد وعمل اللي عليه وقدر يجيب جون في اخر الماتش وتعادل ووصل لضربات الجزاء. تمام، يعني المنتخبين بيبينوا لنا قد ايه كاس الامم الافريقيه فيها كل الاحتمالات وفيها كل التوقعات طبعا. ويمكن النهارده شفنا اداء مغير تماما لدور المجموعات، شفنا مباراه ونديه قويه جدا ما بين المنتخبين، وده بيخلينا نروح اكيد لمنتخب مصر واستعداداته للقاء كوت ديفوار، اللقاء اللي الكل طبعا متخوف منه من المنتخب الايفواري، لكن في نفس التوقيت عندنا ثقه كبيره جدا في لاعبينا وفي المنتخب المصري. النهارده من اخبار المنتخب المصري، النهارده ادى تدريبه بشكل تام، كل اللاعبين ادوا التدريبات بشكل طبيعي جدا وكلهم في حاله معنويه عاليه جدا، وكان في روح جيده جدا في التدريبات، وقبل التدريب تم عقد طبعا اجتماع ما بين كيروش وجهازه الفني واللاعبين، ولكن لا يزال محمود حمدي الونش بيؤدي التدريبات انفراديه تحت علاج او تحت اشراف طبعا طبيب المنتخب الدكتور محمد ابو العلا. من الامر ده ومن حمدي الونش وتدريبه منفرد، شايف ان هو هيقدر يلحق اللقاء ولا لا؟ بص، لو مستر كلوش بيعتمد على حمدي الونش بشكل يعني بشكل اساسي او اللي هو ممكن ما يغيروش، لو نزل بكره تمرين هيلحق الماتش. تمام، لو نزل بكره وبعده تمرين ممكن يلحق الماتش بتاع يوم الاربعاء. لكن لو هو ما عندوش مشكله في حمدي او محمد عمنم او ايا كان اللي موجود، لا يبقى ما اعتقدش ان هو ممكن يلحق الماتش. شايف ان الامور بالنسبه له ممكن تبقى صعبه لو ما نزلش التمرين بكره. لو ما نزلش التمرين بكره. لكن حاليا بالوضع الحالي صعب. صعب انه يلحق. ان هو طيب. النهارده بيتمرن لوحده صعب. ندخل على طول في التشكيل وتعويض طبعا غياب حمدي الونش، اكيد هيبقى محمد عبد المنعم، ولكن السؤال الاهم هنا عبد الله، طبعا انت لعيب كبير ولعبت خط الوسط وكان ليك يعني مشوار كبير جدا مع النادي الاهلي ومع المنتخب المصري وايضا في عده انديه اخرى محليه وفي الخارج، شايف ازاي نقدر نحل اشكاليه خط الوسط للمنتخب المصري؟ وهل كيروش عنده القابليه ان هو يغير من طريقه لعبه، بدل ما يلعب 4-3-3 يغير من طريقه اللعب يلعب بثلاثه ورا مدافعين عشان يامن الاطراف والسرعات الرهيبه اللي عليها المنتخب الايفواري والتحولات؟ شايف مين في نص الملعب؟ قول لي كده شايف التشكيل من واقع خبرتك ازاي؟ حته ان هو يغير التشكيل ما اعتقدش. تمام، ان هو واضح ان هو عنيد جدا، ان هو بيحب اللي في دماغه هو اللي بيعمله، ما بيسمعش لحد، ما بيسمعش اراء حد، ما بسمعش انتقادات من حد، فاعتقد ان هو اللي في دماغه هيعمله. تمام، نحل المشكله دي ازاي؟ في نص الملعب، يعني خلاص طالما انت هتلعب 4-3-3 يبقى تلعب 3 في نص الملعب صراح، لو النني والسوليه وحمدي فتحي يحاولوا يقفلوا نص الملعب شويه. ما اعتقدش ان هو ممكن يقدر يعتمد على عبد الله السعيد الماتش ده بالذات، ان هم زي ما انت قلت عندهم صراع، فلازم نغطي الباكين بتوعنا بشكل كويس، فلازم يبقى في 3 في نص الملعب يعرفوا يغطوا الحته الهافات بتوعهم ان هم الصراع جدا واللي هو بيعتمد عليهم بشكل كبير قوي منتخب كوت ديفوار. يعني طالما خلاص هتلعب ب 4-3-3 يبقى نلعب 3 بقى في نص الملعب صراحه، اللي هم اصلا ده مركزهم اللي هم يقفلوا نص الملعب، ممكن واحد بيزيد من شويه ويرجع يقفل في مكانه تاني. انا اعتقد ان هو يعني او مش اعتقد، انا اتمنى ان هو يلعب كده. طالما انت هتلعب ب 4-3-3 مش عايز تغير تلعب بثلاثه ورا وتحط الباكين، ولا مش عايز تغير كده يبقى تلعب ب 4-3-3 اللي هم 3 نص الملعب صراحه. تمام، يمكن في هذه الاثناء احنا بنتكلم انطلقت دلوقتي مباراه طبعا تونس ونيجيريا، المباراه الثانيه في دور ال 16، واكيد طبعا مباراه قويه جدا هنتكلم عليها، ولكن خلينا
في الامر الخاص بالمنتخب المصري ومنتخب كوت ديفوار. اثنين مركز 8 في منتخب كوت ديفوار عندهم قدرات مهاريه وبدنيه عاليه جدا، عندهم حته ان هم بيكملوا في قلب منطقه الجزاء بشكل رهيب جدا، وهم طبعا اللاعب الوسط في منتخب ابراهيم سنجاري، واللاعب الاخر طبعا في منتخب كوت ديفوار ايضا بيكمل في منتصف الملعب طبعا، وهو اللاعب فرانك كيسي. شايف الاثنين لما بيكملوا ده هنوقفهم ازاي، ومين يقدر يقف في المنطقه دي عشان يواجههم بشكل قوي؟ انا عايز اقول لك لو لعبنا بثلاثه في نص الملعب بحمدي فتحي والسوليه يعني هتحاول تقدر توقف الموضوع ده شويه، هيبقى عندك ثلاثه في نص الملعب هيبقى زياده عدديه عليهم، هيبقى اللي وراهم هيجي يكمل معاهم شويه، لكن الاثنين دول هتقدر توقفهم لو انت ثلاثه في نص الملعب صراح اللي هم موجودين اللي انا لسه قايل عليهم. تمام. اعتقد ان هو ممكن يقدر يوقفهم شويه. تمام. او يقدروا يعني يعملوا معاهم شغل كويس او او يوقفوهم بشكل كويس. هل طريقه 4 3 3 دي هتقدر تخلينا في حاله توازن مع منتخب كوت ديفوار، وخاصه ان هو بيلعب بنفس الطريقه برده 4 3 3 وعنده الاطراف وعنده طبعا في الناحيه الدفاعيه عنده تامين دفاعي جيد، عنده طبعا كونان الباك الظهير الايسر، وعنده سيرجيو ريير الظهير الايمن، يمكن كونان بيتقدم شويه وريير بيأخر نفسه بيبقى ثالث دايما مع المدافعين، اثنين مدافعين سيريف نص الملعب بيقف طبعا فرانكيسي و ابراهيم سنجاري زي ما قلنا، ماكس جاردال بيبي، الامور دي كلها شايفها ازاي دفاعيا للمنتخب المصري؟ ولو افترضنا السيناريو الاسوء تقدم منتخب كوت ديفوار، ازاي نقدر نعالج ده في المباراه؟ لا يعني هنقدر نعالج زي ما احنا شغالين او زي ما احنا يعني عندنا الثبات الانفعالي، طول ما انت عندك ثبات انفعالي في الملعب وعندك هدوء تقدر تعوض النتيجه او تقدر تعوض الهدف اللي بيخش فيك. حته بقى ان الباك ليفت بتاعهم بيزيد والباك رايت بيبقى واقف شويه، لا ما اعتقدش ان الماتش ده الباك ليفت، اعتقد ان هو هياخد تعليمات لان انت بتلعب على محمد صلاح يعني قيمه كبيره جدا، فما اعتقدش ان هو هيسيب محمد صلاح ويزيد. يعني اعتقد ان هتبقى الامور صعبه شويه، فممكن يلتزم بالحته الدفاعيه اكتر شويه. تمام تمام معاك. فبالتالي اعتقد ان هو هيعتمد على الثلاثه اللي قدام والاثنين اللي وراهم في نص الملعب. حته الباكات عندهم ممكن تبقى قليله شويه، مش زي كل مره مش زي كل ماتش بيعملها او بيزيد او بيستفيد من الحتت اللي هي الباكات اللي بتطلع وتعمل الكروسات. تمام. طيب هنتكلم بقى على الادوار الهجوميه للمنتخب المصري ممكن تكون ازاي، لكن خليني اقول لك شويه ارقام كده من مواجهاتهم في دور ثمن النهائي من بين 24 فريق في الدور الاول. الافضل في صناعه الفرص هو منتخب كوت ديفوار، الافضل في المراوغات الناحيه منتخب ناجح منتخب كوت ديفوار 37 مره، وفي صناعه الفرص 36 مره، الافضل في التغطيه الكره الثانيه منتخب مصر ب 191 مره، منتخب كوت ديفوار هو المنتخب الوحيد في افريقيا اللي واجه منتخب مصر في جميع ادوار البطوله، في افتتاح المباريات سنه 80 فازت مصر، في ثاني الجولات سنه 84 و86 وفازت مصر، في ثالث الجولات سنه 74 و2006 برضه فازت مصر، في ربع النهائي 98 فازت مصر، نص النهائي 2008 وفازت مصر، وفي تحديد المركز الثالث سنه 70 برضه فازت مصر، وفي النهائي في 2006 فازت مصر، يمكن دي اول مره هنقابلهم في دور ال 16 لان ما حصلش دور 16 قبل كده في البطوله الافريقيه غير البطوله اللي فاتت طبعا اللي كانت بتقام في مصر. خلينا في الارقام الاولانيه، صناعه الفرص والمراوغات الناجحه، ده بيبين قد ايه ان المنتخب الايفواري منتخب شرس هجوميا وعنده قدرات هجوميه عاليه جدا. طبعا المنتخب المصري بقى انت بتتكلم في ثلاثه قدام عندهم اقوياء جدا وفي واحد بره قاعد لهم مستني الفرصه تنزل هو زهر يعني ده برضو يعني حاجه مش طبيعيه يعني لعيب جامد جدا فاعتقد ان هم الشراسه زي ما انت بتقول الشراسه الهجوميه عندهم هتبقى عاليه جدا فانت لازم تقف لهم بشكل اشرس منهم تمام يعني الطبيعي او لازم ان انت تلعب بثلاثه ورا تقفل الحته الدفاعيه كويس جدا عشان تعرف توقف الثلاثه اللي الصراع جدا اللي قدام دول اللي هو بيعتمد عليهم بشكل كبير وبتلعب في اثنين في نص الملعب بعد الثلاثه اللي ورا والباكين والاثنين في نص الملعب انا اعتقد ان انت هتقدر توقف الحته الهجوميه بتاعتهم بشكل كويس واعتقد يعني بيعتمد على سرعه محمد صلاح على سرعه مرموش تريزيجيه ايا كان اللي هيبقى موجود في الحته ديت اعتمد على السرعه بتاعتهم نقدر نعمل بيها شكل هجومي بشكل كويس يعني. طيب شايف الناحيه الهجوميه للمنتخب المصري هل مصطفى محمد يكون مهاجم وحيد ولا ممكن يكون في مهاجم بجوار مصطفى محمد زي محمد شريف او مروان حمدي؟ لا اعتقد ان مصطفى هيكون مهاجم وحيد. تمام. انت شايف ده اللي هيحصل من كيروش بالزبط. لكن ده الافضل؟ والله في البدايه ممكن يكون ده الافضل. تمام. يعني انت في البدايه مصطفى محمد لوحده ومعانا صلاح وعمر مرموش او تريزيجيه او ايا كان اللي هيبقى ناحيه الشمال ده الافضل. بعد كده في خلال سيناريو الماتش ممكن تقدر تغير تلعب باثنين فراوده سواء بقى مروان او محمد شريف او ايا كان
في سيناريو الماتش وتقدر تحدد تلعب باثنين فراده ولا لا. لكن في البدايه انا اعتقد ان اللي ده الافضل ان مصطفى محمد لوحده ونعتمد على صلاح ومرموش من تحتيه هيأدوا بشكل كويس. تمام. رمضان صبحي وغيابه عن المنتخب المصري حتى الان وعدم نقدر نقول قناعه كبيره من كيروش في وجود رمضان صبحي بشكل اساسي في المنتخب المصري. يمكن امبارح كان في تصريح للكابتن سيد معوض ان شعبيه النادي بتساهم في تواجد اللاعبين مع المنتخب والدليل ان رمضان صبحي لو كان في الاهلي كان تغير وضعه. انت كلاعب في النادي الاهلي كنت لاعب طبعا كبير في النادي الاهلي، شايف الامر ده فعلا حقيقي مع المنتخب المصري؟ يعني بص انت اهلي وزمالك والانديه اللي هي الكبيره ديت بتفرق معاك انت عامه في 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 المنتخب في حياتك في اعتقد ان هي تفرق يعني اعتقد ان هي فرقه مع رمضان بشكل كبير جدا. وكمان في المستوى بتاع رمضان، مستوى رمضان كان في النادي الاهلي كان اعلى بكتير من المستوى دلوقتي. مش دلوقتي الناس يعني كانت مستنيه من رمضان حاجه، انا اعتقد انا بالنسبه لي لحد دلوقتي انا ما شفتهاش من رمضان. لا في النادي الاهلي كان مؤدي بشكل كويس، كان مستواه بيعلى بشكل كبير جدا، كان ظاهر بشكل كبير. في المنتخب كان على طول بيروح يلعب اساسي، ما كانش بيقعد احتياطي خالص، كان اي مدرب في المنتخب بيجي يعتمد عليه، كان ظاهر بشكل كويس في المنتخب الاولمبي. فلا يعني اعتقد ان الشعبيه بتاعت النادي فعلا بتفرق مع اللعيب في المنتخب. عبد الله انت من اللاعبين اللي خرجت طبعا في فتره مانويل جوزيه، كان مانويل جوزيه هو المدير الفني البرتغالي للنادي الاهلي، يمكن هو نقدر نقول الفتره الاسطوريه للنادي الاهلي مع المدرب الاجنبي كانت في تجربه مانويل جوزيه. مستر كارلوس كيروش شايفه في انطباع مانويل جوزيه، هل شايف تعامله مع اللاعبين بنفس الامر اللي كان بيتعامل معاكم مانويل جوزيه فيه؟ هل بيحب ويكره؟ هل في لعيبه معينه هم في دماغه؟ هل قناعته بالمحترفين اكتر من المحليين؟ لا يعني ممكن الحاجه الشبه الوحيد اللي هو العند بتاع البرتغاليين عامه يعني او مستر مانويل ومستر كروش عندهم حته العند. لا لكن مستر عند بمعنى ايه؟ اللي هو ما بيسمعش كلام الناس. مثلا اسامه بينتقد في كذا وكذا وكذا، لا انا اللي انا شايفه هعمله، مش هسمع من حد ان هو يقول لي العب ده لا او ما تلعبش ده او لا، اللي انا شايفه انا اللي هعمله. ما اعرفش بياخد راي الجهاز اللي معاه ولا لا، ما اعرفش، دي حاجه تبقى داخليه ما بينهم. لكن انا شايف ان هو اللي هو عايزه بيعمله، اللي عايز يلعبه هيلعبه، اللي عايز يقعده هيقعده. ما بياخدش اراء الناس، يعني ما بيسمعش لحد، ما بيسمعش انتقادات. فهي دي الحته اللي عند اللي انا بتكلم فيها. لكن مستر مانويل لما كان موجود معانا كان في لعيبه بالنسبه له قريبه جدا من قلبه، بس في الملعب بتبقى حاجه ثانيه مختلفه. انت مش مادي اللي عليك لو انت نجم الفرقه، مش مادي اللي عليك في الملعب. لو انت مش مادي اللي عليك في الملعب، لو انت نجم الفرقه بتطلع تمام، حد امكانك بينزل بينزل يعمل الدور المطلوب. يعني انا طالب دلوقتي من بركات مثلا 1 2 3 ما عملش الدور اللي عليه، لا بركات بتلاقيه بيطلع عادي جدا وبيحد مكانه بينزل عشان يعمل الدور اللي هو المطلوب منه. ده الفرق. تغيير تمركز اللاعبين، تغيير المراكز اللاعبين في الملعب، التغييرات اللي بنشوفها في التشكيل كل مره، هل ده صح لمنتخب مصر يا عبد الله؟ خالص خالص. انا يعني بالنسبه او اللي انا اتعودت عليه او اللي انا شفته او اللي انا كنت بشوفه وانا بلعب، تثبيت التشكيل ده بيفرق جدا مع اللعيبه ومع الجهاز مع في كل حاجه. يعني انا دلوقتي بلعب جنب اسامه، خلاص انا فاهم اسامه بيفكر في ايه وانا بفكر في ايه، فبنبدا الموضوع بيننا يبقى كويس في الملعب. لكن انا النهارده جنب اسامه، بكره جنب فلان، بعده جنب فلان، هيبقى في تغييرات كتير، او انت الهارموني بيني وبينك مش هتبقى موجوده بشكل كبير يعني، فاهم؟ كل مره لما يبقى حد جديد جنبي بيلعب الانسجام ما بيننا ما بيبقاش كويس. لكن لما انا خلاص انا وانا واسامه جنب بعض بقالنا فتره، فخلاص انا عارف هو بيفكر في ايه او انا بفكر في ايه، او انا هلعب له الكره فين وهو هيروح عليها او هيلعب لي الكره فين، بيبقى الشكل احسن شويه. لعبت جنب عبد الله السعيد، عبد الله السعيد من اللاعبين المميزين جدا طبعا جداً في الكره المصريه طبعاً، وليه بصمه كبيره جدا في الكره المصريه سواء مع الاهلي ومع الاسماعيلي وحاليا مع بيراميدز. عبد الله السعيد في المنتخب شايفه ازاي دلوقتي؟ وايه المشكله اللي عند عبد الله من وجهه نظرك؟ هو عبد الله يعني عبد الله لعيب كبير جدا زي ما انت قلت، يعني احنا كنا بنعتمد عليه بشكل كبير جدا، كان بيحل لنا مواقف كتير جدا في الماتشات. يعني عبد الله السرعه دلوقتي اللي كانت عند عبد الله من سنتين ثلاثه ما بقتش موجوده دلوقتي بشكل كبير. يعني انا دلوقتي عبد الله كان عنده حته السرعه اللي هو استلام ويلف ويعمل الباس والثرو باس وبتاع، دلوقتي ما بقتش موجوده بشكل كبير. لعيبه افريقيا عندها الحته البدنيه عندها عاليه جدا، فاللي بتضغط على عبد الله
مش قادر يجاري اللعيبه الافارقه او اللعيبه منتخب افريقيا بنفس القوه البدنيه بتاعتهم او بنفس السرعه بتاعتهم. فدي المشكله بالنسبه لعبد الله في المنتخب. تمام. لازم يبقى الريتم اسرع من كده بكتير، يعني بكتير مش شويه، لا بكتير، عشان اقدر ان انا اجاري اللعيبه ديت بشكل كويس. تمام. طيب خلينا ناخد من ضمن الاخبار اللي موجوده معانا النهارده هو ملعب المباراه. كان في لغط بشكل كبير جدا على ملعب المباراه، ملعب جمومه، ويمكن المنتخب المصري النهارده ادى تدريباته في احد القاعات المخصصه للتدريبات البدنيه. تمام. وغدا هيكون التدريب الرئيسي على ملعب جمومه اللي هيكون فيه المباراه. لكن السفير المصري في كاميرون مدحت المليجي، واللي بيأدي دور عظيم جدا الصراحه وكلنا بنشكره بالحقيقه على هذا الدور، طلب من اللجنه المنظمه ومن الاتحاد الافريقي لكره القدم ان يتم تغيير الملعب، وده من باب المساواه بين المنتخبات المتاهله في دور ال 16. وبيتمنى طبعا اللجنه المنظمه تسجل هذا الطلب. ولكن الغريب هنا في الامر يا عبد الله ان السفير هو اللي يطلب حاجه زي كده. يعني المفروض الاتحاد المصري لكره القدم، المفروض الاداره او الجهه الاداريه للاتحاد للمنتخب المصري سواء كابتن جمعه وائل جمعه او الاداريين هم اللي يطلبوا هذا الامر، واكيد انت عشت الاجواء. طيب خلينا فنيا في الملعب، بلاش نتكلم عن الناحيه الاداريه، شايف الملعب ممكن ياثر على اداء اللاعبين في المباراه؟ ما اعتقدش، يعني معروف ان ملاعب افريقيا كلها بتبقى نفس الطريقه وبنفس الشكل، فيعني انديه الاهلي والزمالك او المنتخب بيروح الحتت دي بيبقى عارف ان في ملعب ممكن يلعب عليه مش كويس، ملعب بيبقى فيه النجيله بتاعته مش كويسه بشكل كويس، فده طبيعي، فانت هتقابل كده وهتقابل كده، فما اعتقدش ان انت هتاثر عليك طول ما انت راجل ومؤدي اللي عليك في الملعب. ما اعتقدش ان الملعب ممكن ياثر معاك حاجه او اي حاجه تاثيرات خارجيه تقدر تاثر عليك في اي حاجه. تمام. الامور الخاصه بالملعب دي يمكن نتكلم، شفنا ابو تريكه برده بيتكلم عليها، يا جماعه دي افريقيا بالزبط. لو عايزين تكسبوا عايزين تحاول بطوله لازم تتعودوا على الامر ده، ولازم يعني تتمارسوا مع هذا بالزبط. الامر بالظبط. يعني هو ده اللي انا بقوله، احنا رحنا يعني لما كنا في النادي الاهلي كنا بنسافر افريقيا بنلعب في اوحش ملاعب موجوده في افريقيا. تمام. وبننسجم مع الامر وبنقدر نادي الدور اللي علينا، وطول ما انا راجل في الملعب وبادي الدور اللي عليا انا باخد اللي انا عايزه من المباراه. مش عايز العب على بوصات او حرير ان انا عشان اعرف العب ولا لا، انا لو هلعب في اي ملعب في افريقيا، ودي افريقيا زي ما ابو تريكه قال زي ما انت بتقول، دي افريقيا، هي دي افريقيا اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا، بنسافر وبنروح وبنيجي وبنلعب في ملاعب زي دي، فخلاص احنا متعودين على الكلام ده كله، فلازم انزل ادي اللي عليا، ادي المطلوب مني، اعمل اللي عليا وما اقصرش في اي حاجه، هلاقي ربنا كرمني ان شاء الله. اكيد اكيد. وكلنا طبعا يعني خلف المنتخب واقفين ورا المنتخب بندعم اللاعبين، ان كنا بننتقد يا جماعه هنا او بنرصد الحاله الفنيه على الوضع الحالي للاعبين، بنشوف تدريبات، بنشوف المتابعه للكواليس واخبار المنتخب. كان بالامس كنا طبعا في لايف ومتابعه حيه للقرعه النهائيه لكاس العالم، وكان طبعا اول اسم اتسحب هو مصر وقصاده طبعا السنغال. خرج بعديها ساديو ماني وشفنا كده فيديو ليه، ما فهمناش بقى الفيديو ده قديم جديد، زي ما يكون كده حرب نفسيه او حرب معنويه مع اللاعبين. بيرقص في الفيديو، بيعمل طريقه ان ده الاحتفال اللي هيحتفل بيه لما هتكسب مصر او تكسب السنغال مصر 1-0. حتى ما فهمناش برده هل ده هيكون في ماتش الذهاب ولا ماتش العوده، يعني كان امر كده غريب. شايف الامور دي بتاثر على اللاعبين بيركزوا معاها؟ لو انت يعني مركز في الحاجات دي هتاثر معاك. انا بالنسبه لي عامه يعني انا كلاعب لو ركزت في الحاجات اللي هي بتتعمل زي ما انت قلت دي حرب نفسيه. تمام. يعني انا بحاول احارب الفرقه اللي هلاعبها نفسيا، احاول اهمدهم نفسيا، ابقى جاي الفرقه جايه لي همدانه. لا، لو انت مركز في الحاجات دي اعتقد ان هي ممكن تاثر عليك. لو الحاجات دي مش في دماغك او انت مش مركز فيها، لا ما اعتقدش ان هي ممكن تاثر عليك في اي حاجه خالص. تمام. يمكن خلينا نتفاعل شويه مع طبعا اصدقائنا على الفيسبوك ومتابعينا من شهيد صدى البلد. حسين امير بيقول لك منور يا كابتن. شعبان ثابت المتين ان شاء الله مصر تكسب. حسين امير ان شاء الله المنتخب ما بيفرقش معاه ملعب يا كابتن اسامه. واضح ان في دعم للجماهير ودعم للجماهير المصريه، وشايفه ان احنا مش فارق معانا اي حاجه، لازم نتجاوز عقبه كوت ديفوار ونكون مركزين في الملعب. هي دي مصر، هي دي مصر. يعني لما المنتخب بتاعنا بيبقى بيلعب في حته او بيلعب في مكان، مصر كلها بتبقى ورا المنتخب بتاعنا وبتدعمه بشكل كبير جدا وبتتمنى له التوفيق، وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله وهنكسب باذن الله المباراه. طيب. ان شاء الله. من ضمن الاخبار برضو اللي موجوده معانا ان المنتخب المصري بيواصل طبعا حصده للجوائز الفرديه في ختام دور المجموعات، وزي طبعا ما الشناوي خد افضل حارس مرمى، عمرو السلام خد افضل صناعه فرصه او صناعه هدف، واللي طبعا احرز منه محمد صلاح هدفه في مرمى غينيا بيساو. ده خليني اسالك طبعا، وانت كنت لعيب في نفس مركز عمرو السوليه، الدور اللي بيقوم بيه عمرو السوليه في المباريات، شفناه في المباراه الاولى في نيجيريا ما كانش في المستوى المطلوب، مباراه غينيا بيساو الامر اتحسن بشكل كبير، مباراه السودان ايه رايك فيها؟ انا مش شايفها بقى، مش عارف احكمها.
لا يعني مش يعني هم بيأدوا بشكل كويس او السولية. انا بتكلم عامه على السولية. السولية مأدي بشكل كويس. هو ما كانش موفق في ماتش نيجيريا زي ما انت قلت، لكن في الماتشات الثانيه يعني قدر ان هو بيحاول يزيد ورا المهاجمين، بيحاول يصنع فرص، بيحاول يعمل شوتينج، بيدافع بشكل كويس، يعني بيحاول يأدي الدور اللي عليه وبيحاول يأدي بشكل كويس. فاعتقد ان هو اعتقد ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هو الماتش الكوت ديفوار يبقى بالمستوى المطلوب منه او المستوى بتاع عمرو السولية اللي احنا عارفينه او اللي احنا متعودين منه عليه، يأدي بشكل كويس ويقدر يعمل اللي عليه ويقفل لنا حته نص الملعب اللي هم اللي عندهم مميزه. طيب حمدي فتحي لاعب ملامزين جدا في الدوري المصري ومع النادي الاهلي في بطوله افريقيا في منطقه وسط الملعب وتحديدا في مركز 8 وقدرته على قطع الكرات، يمكن كمان موسيماني بيستغله بشكل مختلف في النادي الاهلي ان هو بيلعب ليبرو ساعات تحت المساكين وساعات قدامهم. ده حمدي فتحي مش لازم يكون له دور في مباراه كوره. انا لسه انا يعني اول ما بدانا قلت لك لازم هنلعب 4-3-3، يبقى حمدي والسولية والنني في نص الملعب موجودين. ليه؟ لان حمدي لو هو موجود هيقدر يأدي، لو انت محتاج في الحته الدفاعيه 3 ورا حمدي يقدر ينزل ما بين السردباكين، يبقى بنلعب بثلاثه ورا. في الحته الهجوميه حمدي بيقدر يكمل ورا الاثنين الديفندرات بتوعنا اللي هو النني والسولية. فاعتقد ان حمدي لو موجود في الماتش ده هيبقى ليه دور كبير جدا وهيبقى ليه دور مؤثر جدا في منتخب مصر. تمام. طيب اللغط برضو الحالي على الظاهرين، هل فتوح يبدا ولا نخلي ايمن اشرف زي ما هو؟ محمد عبد المنعم ممكن يكون ناحيه اليمين ولا يفضل طبعا عمر كمال هو اللي موجود ناحيه اليمين؟ محمد عبد المنعم هيخش طبعا كمدافع جنب احمد حجازي طبعا في حاله عدم وجود الونش في المباراه. شايف الباكين ممكن يكونوا مين؟ يعني مش انا اعتقد او انا اتمنى يبقى ايمن اشرف، لان ايمن اشرف عنده حته دفاعيه اقوى من فتوح شويه، هيقدر يقفل الحته دي شويه، يقدر ينافس بيبي في الحته دي شويه اللي هو ما يقدرش يخليه يبقى براحته. فانا اتمنى يبقى ايمن موجود. الناحيه الثانيه ما اعتقدش ان هو يقدر، يعني محمد عبد المنعم محمد موجود في حته المساك دي ما ادى بشكل كويس في الماتشين اللي فاتوا، فان انت تطلعه بره او تحطه ناحيه اليمين ما بيأديش فيها بشكل كويس او ما بيميز فيها زي ما بيلعب في حته المساك. فاعتقد او اتمنى ان عمر كمال يبقى موجود وربنا يكرمه ويوفقه في الماتش باذن الله. تمام. يمكن بعد 20 دقيقه من مباراه نيجيريا وتونس لا زال طبعا النتيجه 0-0 حتى الان، ويمكن المنتخب النيجيري يعني نازل بقوه كبيره جدا النهارده في تشكيله للمباراه. لو دخلنا كده في تشكيل منتخب نيجيريا للمباراه، مادوكا اكوي في حراسه المرمى، اولاينا وكينيث اوميرو وويليام تروست، زيادو سانوسي وويلفرد نديدي في منتصف الملعب، جو اريبو، ايناتشو اللاعب المميز جدا في المنتخب النيجيري بيظهر المباراه دي في المباراه، موزيس سايمون طبعا اللي قدم مباراه قويه جدا امام المنتخب المصري، وشكويزي واوني في هجوم المنتخب النيجيري. المنتخب التونسي بشير بن سعيد في حراسه المرمى، اسامه الحدادي، منتصر طلبي، بلال عيفة، ومحمد راجر في منتصف الملعب، عيسى العيدوني والياس خيري وانيس بن سليمان ويوسف المساكني نجم المنتخب التونسي، وفي الامام سيف الجزيري، وطبعا من تحته بيكون حمزه رفيعه. النهارده بيغيب هنا بعل المجبري لعيب المميز جدا في المنتخب التونسي، يمكن شفنا المشاده اللي كانت ما بينه وما بين سيف الجزيري في مباراه جامبيا واللي انتهت طبعا بفوز المنتخب الجامبي على المنتخب التونسي. شايف يعني شايف المباراه دي ازاي ما بين نيجيريا وتونس وقوه المباراه ما بين الفريقين؟ لا هي مباراه قويه جدا، يعني نيجيريا شفناها في البدايه معانا كانت مأديه بشكل كويس جدا، فرقه كويسه جدا. تونس ما اعتقدش ان هي هتأدي بنفس الشكل اللي ادت بيه في دوري المجموعات، لا اعتقد ان هم طوروا من نفسهم او استغلوا ان هم صعدوا كاحسن مركز ثالث، فاعتقد ان دي ممكن تديهم دفعه بشكل كويس. فاعتقد ان هيبقى تبقى مباراه قويه، يعني احنا طبعا ما بنتفرجش بس اعتقد ان هي تبقى مباراه قويه، المباراه مش هتبقى سهله على الفرقتين، الفرقتين ممكن يتعبوا جدا في المباراه ديت، ممكن يوصلوا وقت اضافي، فاعتقد ان هي تبقى مباراه ما بينهم قويه جدا يعني. تمام. كان الامور برضو اللي الناس اتكلمت فيها بشكل كبير عبد الله الفتره الاخيره محمد صلاح ودور محمد صلاح مع المنتخب المصري. النهارده الصور اللي جت من المنتخب المصري ان محمد صلاح في حاله معنويه جيده جدا يا جماعه الصراحه، وراجل بيضحك مبسوط بيهزر مع زمايله، العلاقه جيده جدا ما بين صلاح وما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني. ولكن الضغوط اللي محطوطه على محمد صلاح يا عبد الله شايفها ازاي ممكن تتعالج؟ وهل فعلا احنا بنطلب من صلاح حاجات اكتر من اللي ممكن تتحقق عكس ما هو في ليفربول؟ لا يعني انت عندنا نجم كبير زي محمد صلاح العالم كله بيتكلم عليه، يعني الطبيعي ان الشعب المصري كله او البلد كلها عايزه الاحسن من محمد صلاح على طول، عايزه محمد صلاح يبقى على طول بيجيب جون واثنين وثلاثه ومريح المنتخب. بس ما اعتقدش ان الناس فاهمه شويه ان انت برضو بتلاعب فرق عارفه قيمه محمد صلاح وعارفه محمد صلاح كويس، فبتنزل بتعمل له 1000 حساب. محمد صلاح
في جميع الماتشات او معظم الماتشات اول ما بيمسك الكوره بتلاقي اثنين ضغط ثلاثه ضاغطين عليه، فبتبقى يعني الامور بتبقى صعبه في الملعب، غير ان انا بتمنى انا موجود عايز محمد صلاح يبقى كويس ويروح ويجيب جون ويعمل ويسوي وبتاع، عشان محمد صلاح نجم كبير. فالفرقه اللي قدامك نازله برده عارفه ان عندك نجم كبير. طيب من الناحيه الفنيه هل اللاعبين بيساعدوه على ده؟ يعني هم بيحاولوا يساعدوه، يعني هم مشكلة بيحاولوا. مشكله فين يا عبد الله؟ وانت لعيب كنت بتقف في نص الملعب وعارف طبعا لعب الوينج او اللاعب المهاري بيحتاج ايه. هو انت اللعيب بتاعك انت عارف ان هو محتاج ايه، زي ما الحته انا بقول لك عليها ان هو ثبات التشكيل. يعني انا دلوقتي ومحمد صلاح جنب بعض، فانا خلاص انا عارف محمد صلاح عايز مساحات، عايز ورا المدافعين، عايز يستلم في رجليه، فخلاص هي الحته دي خلاص بقيت انا ومحمد صلاح فاهمينها وعارفينها. فهي اللعيبه اعتقد ان هي عارفه محمد صلاح او محمد صلاح بيطلب منهم انا عايز كذا، انا عايز الكوره مثلا في ظهر مدافعين او كوره في رجليا او استلم. فاعتقد ان هم اللعيبه تحاول تساعده شويه او تحاول تريح محمد صلاح شويه، ان هو بيبقى عليه ضغط كبير من الفرق الثانيه كمان، غير ان انت بيبقى عليك ضغط من الشعب المصري كله ان انت عايزك تبقى كويس، فعليك ضغط من الفرق الثانيه ان الفرق الثانيه نازله مركزه مع محمد صلاح، اللي هو بتلاقي لعيب واثنين وثلاثه بيضغطوا عليك. لا يعني حاول نساعد محمد صلاح شويه، نحط له زي ما هو عايز بقى او زي ما هو يطلب من اللعيبه في مساحه في رجلي زي ما هو بيطلب من اللعيبه، تحاول اللعبة تساعده شويه. تمام. يمكن بتزامن معانا مباراه تونس ونيجيريا زي ما احنا بنقولك طبعا متابعين لسه لغايه دلوقتي 0-0، لكن المنتخب التونسي برغم الغيابات الكثيره اللي موجوده فيه بسبب طبعا اصابات فيروس كورونا، يمكن المدرب النهارده مش موجود مع المنتخب، لكن بيلعب كوره بشكل كويس جدا وظاهر انه مش متاثر باللقاء. اكيد مباراه دور 16 ليها اختلاف كبير بالزبط. جدا بالظبط. هي كل مباراه وليها حساباتها. يعني انت دلوقتي خلاص الاول كان دوري مجموعات، ممكن تكسب ماتش تعادل ماتش تخسر ماتش على حسب. دلوقتي خلاص انت لو خسرت هتطلع. فاعتقد ان اللعيبه مقدره المسؤوليه وشايفه، وكمان المدير الفني بتاعهم مش موجودين فمقدرين المسؤوليه دي جدا كويس، اللي هو المدير الفني بتاعي مش موجود، فاللعيبه بتحاول تعمل اللي عليها وبتحاول تادي بشكل كويس، لان انت خلاص لو كسبت هتصعد، ما كسبتش خلاص انت مروح. تمام. ممكن النهارده برده من ضمن اخبار المنتخب المغربي اصابه فيصل فجر بفيروس كورونا وغيابه عن تدريب المنتخب المغربي، ياسين بونو بيظهر في التدريبات بعد غيابه عن المباريات الاولى، وغياب اشرف حكيمي بسبب الاصابه. رؤيتك للاصابات بكورونا والاصابات ممكن تكون تاثيرها على المنتخبات في الادوار القادمه دور 16 والثمانيه وقبل النهائي والنهائي، والمنتخب اللي اصاباته اقل سواء بفيروس كورونا او الاصابات العاديه هيكون قادر ان هو يحقق البطوله؟ هتبقى فرصه اكبر ان هو يحقق البطوله. تمام. المنتخب اللي هو اصاباته قليله سواء بفيروس كورونا او باصابات عاديه او ايا كان، هتبقى فرصه اكبر ان هو يحقق البطوله، لكن مش اللي هو قادر ان هو يحقق البطوله، لا هيبقى فرصه اكتر. يعني انا على حسب، يعني انا دلوقتي عندي لعيب اساسي ماشي بشكل كويس، جات له اصابه قعد نزل، اللعيب التاني كان عايز يثبت نفسه وعايز يثبت ان هو لعيب كويس او ممكن ما يقعدش، فممكن يؤدي بشكل كويس او يؤدي من الاحسن من اللعيب الاساسي. تمام. فدي هتفرق معاك، بس الثبات التشكيل زي ما بقول لك، اللي هو انا خلاص ما عنديش حد مصاب او ال 11 لعيب اللي انا بعتمد عليهم مش مصابين، لا ممكن تبقى فرصه اكبر ان هو يحقق البطوله. تمام. طيب قبل ما اختم معاك، مصطفى محمد ويمكن في ضغوط كبيره جدا على مصطفى محمد ان هو لغايه دلوقتي رؤيه الناس ان هو ما ظهرش بالشكل المطلوب، ما احرزش اهداف في الوقت اللي مثلا في بعض المهاجمين مش موجودين زي كوكا النهارده بيسجل مع فريقه في الدوري التركي، لكن شايف مصطفى محمد احمد ياسر ايام بيسجل عدم وجود محمد شريف في شكل اساسي، وان كان في عدم قناعه اصلا من كيروش بوجوده في مركز المهاجم. دور مصطفى محمد في مباراه كوت ديفوار وهيكون دوره ازاي؟ يمكن كلنا بنسترجع الذكريات مع عمرو زكي وكان ضغطه الكبير مع المنتخب الايفواري، فوزنا عليها في 2008 لما كسبنا المنتخب الايفواري 4. شايف ده هيكون ازاي لمصطفى محمد وتاثيره عليه في المباراه؟ لا يعني زي ما انت قلت، هو لحد دلوقتي مصطفى ما ظهرش بالمستوى بتاع مصطفى محمد اللي الناس عايزاه منه او الناس طالباه منه. ما احرزش اهداف، اشتراكاته في الكوره عاليه اقل كتير من اللي احنا عارفينه من مصطفى محمد. فلا يعني لازم مصطفى في ماتش كوت ديفوار بالذات لازم يبدا يركز، لازم يحاول يستعيد ذكريات مصطفى محمد القديمه اللي الناس كلها واخده عليها، يحاول يضغط بشكل كويس على الاثنين المدافعين بتوعهم، لان الاثنين المدافعين بتوعهم لعيبه كويسه جدا جدا، فيحاول يضغط عليهم بشكل كويس، يحاول يؤدي بالشكل المطلوب منه او اللي الناس طالبه منه او المدير الفني بتاعه طالبه منه، لازم مستوى يعني الشكل يتغير. من المدافعين سايمون ديلي طبعا لاعب ديمرا سبور التركي، و
كوسونو طبعا لاعب فريق بايرن ليفركوزن. صح، هم تشكيله كلها من محترفي اوروبا. كلهم محترفين في اوروبا وكلهم بيقدموا شكل كويس في فرقهم وعاملين شكل كويس مع الفرقه بتاعتهم. هم فرقه كويسه جدا، بس احنا برضو قادرين ان احنا نوقف كوت ديفوار وقادرين ان احنا نكسبهم زي ما كسبناهم قبل كده كتير في 2008. برضو كانوا معظمهم كلهم محترفين وكانوا ظاهرين بشكل كويس في الفرقه بتاعتهم، وقدرنا ربنا كرمنا وكسبنا اربعه وادينا بشكل كويس. احنا ان شاء الله قادرين يوم الاربعاء نادي بشكل كويس ونحقق المكسب وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله. شايف الاعتماد هيكون برضو بالاطراف ولا هتكون الكره الطويله والكره العاليه ليها دور في هذا اللقاء، خاصه مع القدرات الفنيه والبدنيه القويه للمنتخب الليفواري لمصر؟ لا ما اعتقدش ان الكره الطويله هتبقى ليها دور خالص. يعني لو اعتمدنا على الكره الطويله لا هنخسر بشكل كبير جدا. يعني ان هم اقوياء جدا ونخسر الكوره هنا بنعمل نخسر الكوره. لا انا ما بتكلمش على الماتش او المكسب لا هنخسر الكوره بشكل كبير طول المباراه، لان هم عندهم اقوياء جدا او طوال عندهم الحته البدنيه اعلى مننا. فلا لو اعتمدنا على الكور الطويله لا هنخسر الكوره بشكل كبير في اثناء المباراه اثناء سير المباراه. هل نستحوذ عبد الله ولا نسيب لهم الكوره ونخليهم شويه يفتحوا المساحات عشان نقدر نعمل مرتدات عليهم؟ لا اتمنى ان احنا نستحوذ على الكوره. طول ما انت الكوره معاك انت في امان، تمام. مش هخش في الجون. لو الكوره مش معاك اي وقت ممكن يخش في الجون، اي غلطه ممكن تخش في الجون. لكن طول ما انت الكوره معاك ومستحوذ عليها خلاص انت في امان. الكوره ممكن انت اللي تخطف جون او ممكن مستحوذ على الكوره بشكل كويس، فما اعتقدش ان هم هيقدروا يجيبوا جون وانت الكوره معاك. طول ما انت الكوره معاك مش هيعرفوا يجيبوا في الجون. لكن لو الكوره معاهم بشكل كبير او الاستحواذ معاهم لا ممكن باي غلطه اي شوتينج اي حاجه ممكن يخطفوا جون منك. تمام تمام. ان شاء الله باذن الله نتجاوز عقبه المنتخب الليبياني ويكون دايما كده فيها الخير. لما بنقابل كوت ديفوار في اي بطوله بنقدر نحققها في النهايه، يكون مواجهتنا معاهم دور ال 16 كده بدايه لسلسله المواجهات اللي كانت قبل كده ان احنا نتفوق عليهم ونوصل ان شاء الله للمباراه النهائيه. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كامل الدعم والتوفيق اكيد للمنتخب المصري. كان 30 دقيقه لغايه دلوقتي، المنتخب التونسي لا زال متعادل مع المنتخب النيجيري، وطبعا انتهت مباراه بوركينا فاسو ومنتخب طبعا الجابون بالتعادل 1-1، وقدر بعد كده منتخب بوركينا فاسو ان هو يتفوق ضربات الترجيح بعد سلسله فرص رهيبه ضاعت في المباراه وبلانتيات كتيره قوي ومنظره في الكوره وخد انذار ولعيب بالظبط. يعني هو دايما بوركينا فاسو عندها الحته اللي هي بتتمنظر بالكوره كده بالظبط، لو انت كسبان وبتلعب فرقه اقل شويه وبتاع فبتحب تتمنظر تنطط وتقف على الكوره حاجات كده مش كانت ممكن تعاقبك في اخر ماتش بالظبط. يعني كنت ممكن تتعاقب في اخر ماتش وتطلع بره البطوله. عبد الله فاروق شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله يعني نكون كده متواجدين مع بعض ونحتفل بالمنتخب المصري وهو متوج بالبطوله ان شاء الله في حلقه ثانيه. شرفتنا ونورتنا عبد الله فاروق نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري. ربنا يخليك يا استاذ حبيبي. اعزائي المشاهدين كده كانت طبعا حلقتنا النهارده لاستوديو الكان، تابعنا معاكم فيها اجواء المنتخب المصري واخر اخبار المنتخب المصري قبل مواجهته امام كوت ديفوار يوم الاربعاء القادم. تابعنا ايضا المباراتين اللي موجودين، يمكن مباراه تونس ونيجيريا زي ما قلنا لسه لغايه دلوقتي نتيجه 0-0، منتخب بوركينا فاسو بيتجاوز الجابون بركلات الترجيح. على امل اللقاء غدا ان شاء الله في حلقه جديده واستوديو كان جديد. الى اللقاء.